اون ان غراف بروبليم دو مارس، يعني عندنا مشكل تاع يعني انحلال اخلاقي كبير 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 كبير، والعقوبات ما كانش، وجوستمون حكايه هذه ستر ما ستر الله، السطره هذه هي اللي خلات عندنا اطفال الشوارع والولاد اللي يلقاهم في الزبابل، كما يقولوا حنا الحشمه تولد الكبول. سيتو مالك افو لا بارول. Bon, Malik n'est pas avec nous. Donc, je reviens à la question posée à un auditeur. Quel est le coup de chab? Chab, il faut choisir une قيادة سياسية et il faut apprendre à défendre les مصالح نتاعو et يدافع على الوضعية et يرفض الوضع اللي راهو عايش فيه. الوضع المعيشي تاعك. الوضع المعيشي تاعك ماهوش نورمال، ماشي ربي اللي كتبو عليك. هذا النظام الخامج اللي حطو، ماشي ربي، ربي حاشاه. ربي حاشاه، لانه احنا كلش مبني على الكذب. عربونا وماناش عرب، حكاو لنا على ثوره وعلى ابطال لقيناهم بكل حركه والثور تاع الصح بكل قتلوهم، وشكون اللي قتلوهم؟ قتلوهم الحركه. قال لك الجيش الوطني الشعبي سالي الجيش التحرير، لا لا، سالي الجيش الحدود، الجيش التحرير قضيتو عليه. كلش كذب، كلش كذب. لا بياس ايدونتي تاع كي تهزها كذبه بعد. علاه؟ مكتوبه فيها الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه. ما عندنا ديمقراطيه، ما انا شعبيه، ما انا جمهوريه. في اربع كلمات ثلاثه كذب. فوالا تو سامبلومون. ماشي نقولوا الدنيا كحله كحله. دركا l'organisation elle est très importante والهيكله حول برامج حقيقيه وحول برامج ثوريه، لانه لازم نواجه، لازم نرى الشعب يرفض الوضعيه هذه ويواجه. ما بقى كاش حل واحد اخر. لا تحب تغير من يعني الحياه نتاعك وتكون عندك انت مستقبل، ولادك عندهم مستقبل، وماشي كل عام كي تجي الحمله تدي لك دارك وولادك يطرافيرسي الطريق ما يقدروش. ما نهضرش على الناس تاع البرا مساكن، هذوك مصيبتهم مصيبه. نهضروا على المدينه لداخل، تا تمشي وحفرات طيح وطريق طيح وبون طربق من شويه ما صب. هلا با ايكوتي، صاحب الحق ما يسكتش على حقه، ولا كان سكت على حقه سيكبع الماتش. والشعب وامول الحق، كما قال حمد قالها بالقبيليه، انا نعاودها لكم. الدور تاع حزب سياسي حقيقي والله هو كما الدور تاع ميدسان، يعمل لك التشخيص دونك يدفع الدياغنوستيك ويعطيك الحلول، يعطيك دونك لا بريسكريبسيون اي لي ميديكامون نيسيسار بارابور التشخيص نتاع المرض اللي فيك. من بعد انت مول المصلحه، دونك انت الشعب الجزائري داخل ولا في الخارج، انت اللي تقرر تتبع الدواء تاع الطبيب، دونك تتبع البرنامج تاع وتتهيكل حول نصائح الطبيب وتتبعه، ولا تقرر قال انا ما يهمنيش هاي تحمل مسؤوليتك، تحمل مسؤوليتك. كما قالهم تشي جيفارا عنده كلمه شابه، ك دون لو سونس وين celui qui se bat pas n'a pas le droit de pleurnicher ولا de تي، لكن ما تدافعش على حقك، ما تجيش غدوه تبكي اي رابط عليا داري ربي وكيلهم. تي تي جامي ديفوندو، جامي دافعت على نفسك، رابط عليك دارك كلاك بوبي. ما تدافعش على روحك، تحمل مسؤوليته شي صرالك لهنا برك. كيما واحد كتب لي دركا تحيات بون الميزيريا، ان شاء الله يكتب عليك ربي الميزيريا وتي تروح لاخر الميزيريا، باسكو الميزر في الدنيا أو موش سعيد في الآخرة، باش تكون في علمكم. أي محالة، مستحيل. اللي ميزر في الدنيا سوا يسير، بالله في الآخرة شوفوا ميزيريا أكثر من هذيك، تعرفوا علاه؟ باسكو الميزيريا اللي في الدنيا دارها بيديه. دونك إلا بورتي أتانت لروحو. تعمد القتل المعنوي للنفس خلقها الله باش ما تعيش في الميزيريا. هو عايش روحو في الميزيريا. ماشي الفقر اللي يدخلك الجنة، محال. الفقر قادر تحاسب عليه. بالك جا من التفنين، بالك جا من الخدمه الخامجه اللي تخدمها وين تروح تتحاوز،
دونك ما تجيش غدوه رب العالمين وتقول له ها كتبت عليا الفقر ربي. كانش منها، ما كانش منها. ربي كيخلق الارض قدر اقوتها، الارض كاع ما حددش بالانسان، الارض كاع وخلقها بحسبان افيك دي راجل ماتيماتيك. محال واحد انسان خدام يضيع والله واحد يدافع على حقه ما يديهش، محال. 130 سنه استعمار عسكري، 7 سنين ثورة رغم الخيانات خرج الاستعمار العسكري. بصح الحرية غالية، الحرية تحب اللي دافع عليها بهي السهلة. ما مالوريزمون ثورات انا مسكينة، عسكريا ربحت سياسيا خسرت، وعلى هذه رانا حنا في استكمال الثورة من طريقة سياسية. فوالا مو جي تيرميني، سي لي دي كيستيون بعثوهم رابيدمون جي سي دو ريبوندر، سينو لا بارول اي تا سي علي. تفضل سي علي. السلام عليكم. بغيت نقول لك على الأئمة ديجا هو خالص خالص من البروسيدية هذه وحدة. ثانيا ما يقدر يهضر حتى كلمة فوق المنبر كما يطولوش يطول ورقة يبعثوها له، يلزم تجي الورقة ما يخرج حتى حرف من ذيك الورقة هذه، ويقعد تحت النظام. وهذا النظام هذا اللي بيه بلون راه هنايا هذا راهم يستعملوا الوسائل كامل ما يخلوش هذا الشعب هذا ياكل العين. يعني قالوا راه كرياو الشعوذيين، كرياو له هذو اللي يرقوا، كرياو. نعطيك ان اكزامبل صغير برك. جا واحد قال لواحد، قال له اسمع الثاني شدك باللي قاتلك واحد تموت. السيد هز صدره ويبكي. جيت ليه قلت له يا ودي واش بيك؟ قال لي انا جا واحد قال لي باللي دون تروا جور تموت اكثر منا، وليت نضحك. قلت له لا ما ماتش. قال لي نولي ما نامنش باللي بالخرايفات. قلت له ان شاء الله ما تبقى نشوف اسكو تامن بالخرايفات ولا ما تامنش. لو كادريام جور راه قضي ثاني سطو برا. قلت له قال لي انا بخاف كنت غير يقول لي هذه حاجه نامن بها وهي ميم ما تصلحش نامن بها. قال لي درك هاكي ما تمشي تروحي بلي ما ماتش. قال لي درك ما زيدش نامن بالخرايفات. هذا الشعب هذا ما يامنش بالحاجات الحاجه اللي تفيده، يأمن دائما بالخرايفات والشعوذات وهذا. هذا كاع روحوا ولولو كاع هذا النظام هو اللي دلهم هذه باه يبقوا دائما لاتين، هو يكمل بالمسير تاعو والشعب هذا يكمل بالمسير تاعو. راك فهمني سيدي؟ فهمك طربيا اكزاكت سي سا سي سا. الو شوف هذا الشعب هذا الى حاب يديفلوبا ويفطن ويعني ولي حر وكذا برمير مو يخطيه كاع من الخرايفات هذوما كاع هذو الشعوذيين وهذو الوسم هذوما، يقشط على روحه ويدي موقف ويدي القياده. لا بروف عم كانوا كاينين فيهم انواع هذوما هاكو شاشي وطابو كذا من ما ديروش الممثلين تاعكم وهاكا 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 وراسلوا بار دروك. دروك النظام دي خباخ الكاجر ما يبانش دروك هاك ديالو. مع هذا يشوف الشعب بدي يدخل بدي يفطن يعاود يخرج الاشياء تاعو وطريق يدعوهم ويقولوا لهم بلياتنا سلمياتنا اقوى من الرصاص. يا رخيص يبقي لابار خارجه افيك 2 كيلو دو بريسيون غادي تشدها انت ايش ما دايا طحان الرصاص كي تدخل هذه 63 بار 24 ولا بار 37 ولا بار 38 ايش كنت تقدر تشدها يا طحان؟ سلمياتنا اقوى من الرصاص. الور زرق جي زرق شت التالية كاع لي ختمو كاع يديك زرق لي دوروهم دروك سي كارنفال في تشرات